لا 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 بشوت على طول. امشي اللي يبغى يشتري الرام روك تليج عندك موقع روك تليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عندي مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود في اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روك تليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم من الصفر. طبعا الحلقه هذه لحظه خشيك الحلقه كم على داعي نجيب اليد الحلقه 19. طبعا الحلقه الاخيره راح تكون 20. ليش راح تكون 20 الحلقه الاخيره؟ راح اقول لكم في الحلقه 20 وش راح يصير، او يمكن اقول لكم اذا بديت السلسله الجديده باذن الله. طبعا السلسله كانت من اقتراح احد المتابعين الله يعطيه العافيه، ما راح احط كومنت هنا ليه ما اسوي السلسله لاني ما ادري هل باصمه او لا. يعطيكم العافيه. سياره اجربها معكم كثيرين مره. شنو علقت انا كثيرين مره؟ قالوا لا تشتري السياره لان السياره ثقيله مره 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 بشكل مو طبيعي. فطبعا شريت كود في اس ال، يعني موقع روك تليج اكسشينج، كريدت عندي مرخص، ما اشتري كريدت من هنا، اشتري موقع روك تليج اكسشينج. يب اشتري موقع روك تليج اكسشينج. تشوفون هنا 1100 ب 36 ريال، روحوا هناك تاخذون 2000 كريدت بسعر يقارب هذا السعر مع كود في اس ال اللي يخصم ب 2200 كريدت او 2000 كريدت، يعني هنا 1100 بس هناك في روك تليج اكسشينج ارخص بكثير، كود في اس ال يخصم، وهنا كود في اس ال يضبطني انا ويسعدني انا، ما راح يزيدكم شيء ولا ينقصكم شيء من هنا. اذا بتجي تشتري حاول تفيد اي احد من اليوتيوبر سواء انا ولا غيري، اذا ما حطيت كود راح تفيد الشركه كلها، يعني بيج جيمز بيكسبون كل الفلوس، بس اذا حطيت اي كود من اي احد من العالم راح تفيده شخصيا، اتوقع 20% او 5% شيء زي كذا، والله اني ناسي بالضبط، بس راح يجي يعني رزقه. بسم الله خلونا ندخل على الكوم 2v2. بسم الله الو اي 2v2 تشامبيون 1 ديفيجن 3. ما نتحرك ابدا، ما ادري ليش لحظه الو والله انه طرب الصوت، والله طرب الصوت مو طبيعي. اسمع لا 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 ما تاخذ البوست حقي. اوكي خوينا اخذ البوست وهذا اخذ البوست، فما ادري من اخلي بس. تكفى خوي نايس. كيف انا باخذ بوست يا اخوي؟ فانت تفهم معه، اتوقع معك بوست. لا لا اوكي لازم نروح هنا، هذا بياخذ البوست. يا اخوي ما تطير زي كذا، انت متضبط كيف تقول انا؟ والله العظيم اني ما اعرف اسولف. خوينا يقول نيد بوست فجاه طاير معي، شوف كيف اللحظه ذي. توقعت ان اللي ضدنا هو اللي طاير بس صار مو هو، يعني ما انتبهت لخوينا والله. كريت باس، والله فيها ثقل، والله فيها ثقل مو طبيعي. صراحة من زمان ما لعبت روكيت أنا، لكن يعني أوكي لعبت ماوس كيبورد قريب، أنا أقصد باليد يعني وزي كذا وكومب وعرق. هذا أتوقع أنه هدف. إن شاء الله خوينا يجيب هدف. أي. لا وات ذا هيك. وش حظ خوينا ذا؟ أوكي. وينه موجود؟ على بالي موجود والله. والله العظيم الوضع خايس بعد. واو نايس شوت. والله كويس انه جابه صراحه، كويس. احس سيارته طويله بزياده وثقيله بزياده. والله فيها ثقل مو طبيعي، يعني السياره العاديه حق جيمس بوند افضل بكثير من هذه. انا ما ادري خوينا يجرب ليش. اي جريت باس، والله جريت باس، ما ادري جريت باس على ايش جريت باس. والله خوينا هو اللي طيرني والله. لعب منوب شباب برا. تكفى استن مارتن ما بعلى هذا. ايه لا ليش الفلسفه ليه؟ لو شفت والله انه افضل قسم بالله. ما فهمتك يا خوي، والله اني قاعد ترقص دار قبل. امشي تكفى يا خوي. انا ما ادري ايش اسوي. شوف يعني فوق ما اني يا اخي والله قهرني، والله قهرني، اعطاهم الكوره ما اعطاني والله، يعني فوق ما انه شطف حرام. وهذا اللي ضدنا يصدم، ما ادري ايش اسوي انا في حياتي. لا 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 حرام والله، كان بلوك كريم نايس. شو تفلت الشوت القويه هذه؟ نايس والله نايس. لا 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 بشوت على طول. امشي يا هدف. لا 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 يا ساتر يا ساتر يا هدف يا الهدف القوي. شوفوا كيف 90 طلع من الجيم. الله ما الوم، والله ما الومك صدق، يعني اسف. جي جي ويل بلايد. سيارة جيمس بوند يا ابوي مسوي كير لخوينا، لا احد يقول لي ما تعرف تلعب. جريت باس، وش جريت باس بس؟
لا حرام. اوكي خوينا اشطفها. مالي مالي يا خوي مالي، تكبر تنسى يا عيال. مو شطفني قبل شوي؟ كيف صدمني زي كذا؟ كيف يا رب يعطي اسيست. يو لو جت يا ساتر. اخذ بوست عنا. اوكي حرام والله. لفزه معك يا خوي ما عليك، بنشبل بنشبه الارض. سياره تفزه معي انت. ما حد شاف يا ساتر. الو والله اللمسه الاخيره ترى خاطر الكل مودي اقول. ايه واحده بواحده بس ما فجرتك القهر، لكن ودي افجرك والله. خوينا ما ادري ليش طق هذه الطقه بس اوكي. في ذا يفجر مريض يا ساتر. الاسس لو جاء يا ساتر. يا خوينا متحمس الله يهديه. ندبوس والله ندبوس. انا وقفت اللحظه ذي، المفروض اني ما اوقف، المفروض اني امشي والله. والله المفروض اني امشي، غلطان انا في هذه اللقطه صراحه. شوت يا خوي تكفى. شو وضعك يا اللي تفجر؟ مريض انت. انا اوريك. لا حرام. لا 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 خوي خوي ايش الريوس؟ شطف الكورة. ثاني شيء انا يعني كنت مفروض انه خوينا يفجر عشان يفضي لي مرمى. سجت. يعني خوي. جريت باس والله، جريت باس والله. هذه تعتبر الخوي كاملة كهدف. والله اني خفت اضيعها قسم بالله. اوكي لمسة ثانية تكفى. نايس. هيك. يو حلو حلو. كلوز كلوز. ترى ما يجيب العيد خوينا يا رب. والله نقدر عليهم. نايس شوت يا عيني. والله اسطوره. ايش فيه ايش فيه؟ امشي. روح. كلوز ون. ما معي بوست. يو ساتر تكفى. لا يا اخي حرام. تكفى. لا جي جي والبليد. والله حرام. والله كان الجيم حلو. يووو لو جت يا ساتر. روح يا خوي. جايب ام العيد على مرمانة. جبت العيد وجاب العيد، كلنا جبنا العيد. والله من يوم كتبت استفهامات وانا حاسس انه القهر. قولك والله والله قولك. ايه نايس شوت. What we do here is go back 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 back. عجيب. يلا روح روح. نايس شوت. انا ما ادري ما قاعد اخش انا معك يا اخي. خلي الكوره يا اخي. سيلينج من ذاك الموقع. والله العظيم سيلينج من ذاك الموقع. يا رب يا كريم نفوز. والله العظيم حرام. صرنا خسارتين ورا بعض. وين اصدع؟ اوكي. اوكي. والله ذول قاعد يتفننون، ما ادري ايش وضعهم، هل هم سميرفات ولا لا؟ ممتهني اعطيتهم عين. اوكي. هدف خايس، والله هدف خايس مرة بعد. هدف؟ لا. والله نايس والله نايس. قولك نايس شوت. كان يمديني اجيب هدف. اتوقع اتوقع طلعوا. لا شو على بالي انهم طلعوا، ما ادري ليش ما ابغاهم يطلعون والله ما ادري ليش. نايس شوت. الله الحين طلعوا صدق. عوضنا الجيمين اللي راحت فوز بانسحابه ضد ناس معرقين شوي يعني، بس نفس اللي ضدنا قبل شوي. اتوقع انهم نفسهم اتوقع. الله يعين، بس يا رب خوينا يكون كويس شوي. شلون فجرني شلون؟ كان يمشي جنبي يا اخي. نايس
نايس شوت يا عيني يا شيخ. فاميني والله انك تفهمي، لا ما ادري هيفن فاميني تفهميني بس ما تجي الا وزنيه كذا يعني. شو نسوي؟ قول اسبك هدف. والله اني اسف، والله والله اسف يا اخي، هدف مخيس. شو تسوي يعني؟ كلكم شطفتوا يعني، خليها. والله فيك جميل بس بغى تجويني الا شوي. الحمد لله اني رجعتها في اخر لحظه. برا يا خوي تكفى. لا 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 ساتر يا ساتر. وات لا يا اخي والله العظيم فيكات الارض بس ماش ما بدهاش تزبط. يا ساتر يا ساتر. يا الجيم وش اللي قاعد يصير؟ وش السيفات؟ يا ساتر يا رب يا رب يسحبوها. والله ثلاث اهداف. يس 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 نهاية مقطع جميلة. الله يا شيخ الله الله. والله صراحة توقعتها أسوأ من كذا السيارة بس يعني نص ونص، مو بسيئة لأبعد درجة، فيها ثقل مو طبيعي ما أنكر هذا الشيء. فعاد شو نسوي يعني؟ يعني نايس نص ونص يعني، لا حد يشتريها أنا أقول اشتروا هذه، بس المشكلة هذه ما تجي إلا معها الحزمة حقت سيارتين اللي بيشتريها كود VSL لا تنسونا. هذه جميلة جدا 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 جدا، فيها ثقل بس ما توصل ثقل هذه أبدا، وفي نفس الوقت يعني هذه شكلها رهيب، والله شكلها كلاسيكي رهيب. يعطيكم العافية إن شاء الله استمتعتوا، وانتظروا ان شاء الله الحلقه الجايه هي الحلقه الاخيره، احتمال تكون طويله شوي، وعلموني ايش نلعب باي سياره ما هي الحلقه الاخيره. ايش عندنا سيارات؟ ما اتوقع عندي سيارات كثير يا من هذه السيارات يعني. فايش تبون نلعب؟ بريك اوت؟ تبون نلعب بالفينك دومينز هذه ولا ايش تبون بالضبط؟ يعطيكم العافيه وان شاء الله استمتعتوا وانا استمتعت يعني. ان شاء الله كم استمتعتوا لايك اشتراك فعل زر التنبيهات، خلونا نوصل 771000 اللي قعدنا سنه ما وصلنا. يعطيكم العافيه ونراكم خير في امان الله. سلام. يا ساتر يا شنب.